سيدات يعني ساتي سادات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم ايه؟ معاكم محمد زاهر. ثانيه واحده بس عشان في طحالة لون ابو بنفسجي شكلها حلو. معاكم محمد زاهر زي جيم شفشته، حلقه جديده من يوميات سوا كامل الجزء السادس، وادي اللي بيجي من ورا الموسم السادس. انتوا عارفين ان عندي حب حالب، وبحاول اجيب فيه كائنات اللي انا بلاقيها غريبه شويه، بحس ان انا استفيد منها، اصورها، نتفرج عليها، تشوف ايه المفيد منها نحط في الحوض. وانا دلوقتي في شاطئ على الاسكندريه، في اسكندريه موج عالي شويه، بس في شويه طحالب على الشط باخد منها عشان، ولقيت قواقع في الصخور ولقيت حاجات حلوه، فقلت اصور لكم يعني حلقه كده تبقى شيقه. انتوا عارفين الحاجات الوايلد ان احنا بنروح نصطاد في اي حته دي بتبقى حلقات حلوه يعني. فعموما شوفوا الانترو، يلا بينا يلا. طيب دي الحاجات اللي انا استخدمتها في ان انا الم طحالب. كنت جايب ازازة مية معدنية وكوباية، بحيث ان الكوباية دي اخد منها مية والم وادلق في الازازة بعد ما لميت الطحالب. في انواع طحالب كتيرة جدا زي ما انتم شايفين على الشط، منها حاجات جفت ومنها حاجات لأ، منها حاجات لونها بنفسجي شوية، دي اللي كانت جديدة بالنسبة لي، وحاجات ناشفة شوية زي ما انتم شايفين لونها اخضر بيبقى ملمسها ناشف شوية، والحاجات دي بتيجي من الموج بيرميها برا بشكل متكرر زي ما انتم شايفين. فكنت بفكر ان انا اخد من الطحالب اللي لسه الموج رميها واشوفها جفت ولا لا، وعايز اخد طحالب بقدر الامكان تكون طرية يعني زي ما بيقولوا، يعني اخدت الخضرة الناشفة دي شوية، وكان في اجزاء منها بتبقى مدفونه في الارض زي ما انتم شايفين كده، كنت بلاقيها في الارض اللي هي الخضرة اللي عامله زي الشعاب المرجانيه شويه يعني، ملمسها كمان ناشف، فكان شكلها حلو ومفيده جدا بصراحه. بالمناسبه الطحالب دي انا كان جات لي قبل كده في حوض الطحالب، يعني ده نوع مثلا من انواع الطحالب، بس ده بيطفو، تحس ان هو عبارة عن انابيب وشايلة هوا جوه وبيطفو على وش المية. خدت منها على سبيل التجربة بس يعني ايه، وده البنفسجي بقى اللي بقول لكم عليه، او يعني يعني هو بيربل يعني احمر في بنفسجي كده، شكله حلو جدا. ده انا لميت منه كتير وخدت منه كتير، بصوا اللي فاتح منه شوية ده بيبقى جاف، فيعني انا لميت عينات من كل حاجة تقريبا عشان اقدر ان انا لما اروح الاقي حاجات اشتغل بيها، لان السفر وكده فالموضوع مش سهل، ان انا لو حاجة ماتت، حاجة ما نجحتش، ما لميتش عينات من كذا شكل يعني، الجاف والمش جاف والبحر اللي لسه رميه دلوقتي وحاجات كده، ودي كان مكان فيه صخور، المكان الاماكن اللي فيها صخور دي بيبقى فيها كائنات بقى في الاغلب قواقع وحاجات كده، وهنستكشف سوا الجزء اللي هناك ده بشكل كبير. بصوا كل شويه الاقي اللي هي اللي لونها بيربل دي او محمر، الم منها كتير لانها شكلها حلو وحاجه جديده فعلا في الحوض. دي صخور الامواج ما كانتش طايلاها قوي، بس بصوا بقى شايفين بقى الطحالب، جزء الطحالب اللي تحت اللي مخضر ده، دي بقى قواقع. طبعا كانت فرصة بالنسبة لي ان انا لم منها اكبر كم ممكن، هي لازقة نفسها على الصخر، ده معناه ان هي بتستنى الفرصة بتاعت طلوع الطحالب. سبحان الله شكله مشجر وشكله جميل جدا وقوقع قوي، يعني لما بيلزق في حاجة بيفضل ماسك فيها حبة حلوين، فاستغليت الموضوع ده طبعا وخدت منهم عدد كبير، بقيت بلم من الصخور زي ما انتم شايفين، وطبعا الموج طايلهم، هما بيبقوا قاعدين على الحتت الشبه
جافة دي عشان الطحالب اوقات بتطلع عليها في الشمس المباشرة، فيبتدي ان هم يتغذوا عليها وياكلوا منها. فطبعا انا بلم بقى ايه اكبر كم بقدر الامكان، هم كانوا بيطلعوا عايزين يمسكوا في ايدي. كنت بحط كل حاجة في الازازة طبعا عشان بعد كده املاها مياه مع الطحالب، بحيث ان الطحالب تحاول ان هي تعيش الكائنات اللي انا بمسكها. ودي بقى حتة خشبة، دي بقى كانت الغريب ان عليها حاجات زي المحار، بص بتتحرك ازاي، لازقة عليها حرفيا. لونها طبعا جميل جدا سبحان الله، وشكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده. فاخدت منها مجموعة مش قليلة برضو، عشان لو لا قدر الله حاجة ماتت على بال ما ارجع القاهرة، لان انا كنت راجع القاهرة بالليل، يبقى معانا حاجة صحيح. فكنت يعني ايه بشيلهم من على الخشب بعناية شديدة، بحيث ان انا احطهم في الازازة بعد كده وفي مية. حاجات دي من فصائل المحار، فلتر فيدرز، اللي هي بتفلتر المية. و بيحصل مد وجزر طبعا في البحر، فهي في الفترة بتاعت الجزر دي البحر بيتكشف، فهم بيبانوا بشكل كبير. ومن الواضح انهم متأقلمين سبحان الله على الوضع ده، انهم عندهم القدرة ان هم يقعدوا بره المية فترة كبيرة ويفضلوا عايشين. والغريبة ان هم لازقين على الخشب بس، يعني مفيش منهم على الصخور نهائي، ده اللي انا خدت بالي منه. وبس عبارة عن مستعمرات، ومنها صغير وكتير جدا على نفس الخشبة، ومفيش اي واحدة منهم على الصخور. الرجل بتاعتها كانت لازقة في الخشبة بشكل كبير سبحان الله، يعني كانت لازقة جامد لدرجة ان انا للأسف وانا بطلع او انا بحاول اشيل في مجموعة، الصدفة بتاعتها اتكسرت في ايدي. فبرضو دي كانت حاجة جديدة عليا، أول مرة أشوفها. والغريب إن في المنطقة دي كلها أنا ما شفتش غير القواقع دي ونوع المحار ده. شفت كابوريا صغيرة جريت بس ما لحقتش صورها، حتى كان نفسي أمسكها بس ما لحقتهاش يعني. وبصوا ده الشكل بتاع الإزازة اللي أنا جمعت فيها كل الكائنات وكل الحاجات دي. هنا بقى انا كملت تدوير على الطحالب في الحتة اللي فيها رمل بعد الموج مش بكتير، لقيت طحالب كتيرة اجسام كبيرة يعني. بص بقيت بغسلها، بص لقيت اجسام كبيرة وتكوينها احسن شوية من اللي كانوا مرميين في الشمس، دول كانوا مدفونين في الرمل فحطيتهم في الازازة. انا عايز اقول لكم ان انا مليت ازازتين يعني وانا راجع. برضو انا كنت مهتم جدا ان انا اخد شوية مياه من البحر، عشان كنت عايز اعمل حوض طحالب صغير كده بحري بس بمية البحر والرملة كمان. انا خدت ازازة رملة وانا ماشي، لان الحاجات دي بيبقى فيها كائنات مفيدة الى حد كبير. عايز اجربها، عايز اشوفها مفيدة الكائنات دي ولا لا، كائنات دقيقة كتيرة جدا. فتجربة جديدة، وكان فيها سنس المغامرة شوية، وشفت فيها كتير. بص دي كل دي كمية طحالب مرمية على الارض، ومثلا ده بص ده مجسم للطحلب اللي هو شبه الشعاب المرجانية شوية. بس انا بحفر عشان اجيبه، هو دافن مدفون تحت شويتين. هنبص في الاخر شكله عامل ازاي. بص ليه باقي، ليه باقي تحت، انا جبت كل اجزائه تقريبا يعني.
بص كل ده اللي انا هغسله ده كله دلوقتي، بص قد ايه. دي كانت معلومة جديدة عليا، ان في طحالب بالحجم ده بتبقى دافنة نفسها في الرمل. عموما انا لميت القواقع والمحار والطحالب دي كلها، وبعد كده رجعنا القاهرة. الحمد لله رب العالمين، رجعنا القاهرة بالسلامة. تعالوا نشوف بقى ايه اللي عاش وايه اللي مات ونبص على الحاجة. يلا بينا. زي ما انتم شايفين حاطط الحاجة الكيسين في كونتينر. الحصان انا جبت حصان بحر، وحاجة اسمها ديكوريتيف كراب، ودول في كيس تاني اهو. ده هدية من عمر ياسين صاحبي، اسكندراني الجميل، الكائن الاسطوري. ده قصة ده. والديكوريتيف كراب لونه اصفر جوه، ده هكلمكم عنه باذن الله. بس خلينا نفتح نشوف ايه الاخبار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول كيس ومبدئيا كده الطحالب اللي احنا حصلنا عليها، الخضرة اللي هي الغليظة شوية دي، والحمراء، و البيضة دي اول مرة اجيبها، والكائنات دي. كائنات الفلتر فيدرز دول من الواضح ان واقع منهم كتير، لان هما ما بيتحركوش خالص. دي مشكلة النقل دايما. عايزين نلحق الكيس التاني نشوف في حاجة بتحرك ولا لا، بس هنشوف يعني. دول انا مش هحكم عليهم دلوقتي. قواقع طبعا ما شاء الله ملهاش دعوة، هي شغالة. فدول احنا هننزلهم مفيش مشكلة. هفلتر دول وكده كده. قبل ما انزل طحالب بقى ايه، حد عايز تحلق يعني الطحالب الخضرة دي، هقللها بقدر الامكان ونخش على الطحالب الجديدة. طيب ده الحصيلة. بص ده خيار البحر، محار كبير، بص سبحان الله بيفلتر المية ازاي، عامل سايكل لوحده، المية راكدة تماما وهو عمال يفلتر. شفت بقى كمية كائنات بتتحرك في المية كبيرة، من اول بريستل وورم اعتقد دي دودة، ده الامفي بودز، البودز دي مهمة جدا، وحاجات زي دي. الحوض انا فضيت جزء منه، الطحالب الزايدة اهي، وهعمل بقى جزء طحالب خضرة اللي هي الخشنة دي، وجزء طحالب بنفسجي هنسيب لها مكان. والقواقع انا لسه ما بتتش في امرها، وعايز اشوف هي مفيدة ولا لا، وهنشوف هنعمل فيها ايه. طيب يا جماعة انا حطيت طحالب الخضرة، طحالب الحمرة الجديدة في قلب الخضرة، ودي الحمرة القديمة، وحصان البحر حظه حلو، المية دي فيها كمية بودز محترمة، والديكوريتيف كراب، وده هنتكلم عليه هو حصان البحر في حلقة منفصلة. والقواقع نزلتها وللأسف الشديد مش شايف حاجة فيهم بتحرك يعني، فهصبر عليهم شوية على الأقل. لو لقيت واحدة فيها الروح ما تقولش. تحرك فعلا؟ تعالوا نشوف الموضوع ده. طب انا عملت انا عملت اختراع صغير كده، يعني حوض بهانج اون فلتر صغير، وحطيت فيه شوية طحالب بس عشان دي اعرف هتعيش ولا هتموت. بس من الواضح ان انا لما عملت كده في شوية حركة. ايوة هو ده اللي انا مستنيه، ابتدت تتحرك وتفوق. انا حطيت هنا كذا واحدة تلاتة اللي هم فيهم احتمالية ان هم يكونوا عايشين. ايوة كده ان شاء الله في بوادر ان انا اكسب التلاتة دول. عموما هنشوف الدنيا ترسى على ايه. وكائنات هنا دقيقة، وحاطط صخرة على امل الحوض ده لو تسايكل يعني بمية البحر بتاعت البحر المتوسط. هنشوف الدنيا ترسى على ايه. تجربة جديدة بس يعني ما اعتقدش انها تنجح.
لان التغيرات هتبقى سريعه جدا في الحوض، تعويض البخر المروحه هتقعد تطلع وتنزل كتير. انا بس اعمله ك ريسكيو سولوشن للاخت دي. لو انت عاجبك المحتوى تقدر تعمل سبسكرايب واشتراك للقناه، لو انت عاجبك الفيديو تقدر تعمل لايك، وتقدر تعمل مشاركه لاصحابك المهتمين بالهوايه، ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للقوقعه اللي بتمشى في الحوض فوق ده. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.